السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله كيف طلبتوا مني غنحضر معكم ميروندينا اللي كيبغيها الجميع، يعني كبير وصغير، ولكن بطريقة مختلفة شيئا ما. ماء مغلي وشكل روشي، كتجي زوينة بزاف بزاف، خفيفة ولذيذة، وأكيد مكوناتها بسيطة. بقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الميروندينا. نحتاجو في المكونات 4 ديال البيضات، طبعا بحارة الغرفة، يعني نجبدو من قبل من الثلاجة. نحتاجو كذلك الحليب ربع كأس، ما يعادل 50 مليلتر. وبالنسبة للماء هذا علينا غادي نغليه 3 ديال المعالق كبار، نصف كأس ديال الزيت النباتي 100 مليلتر، نصف كأس ديال السكر، ممكن نزيدو قبيصة ديال الملح، كيس فانيلا وكيس خميره الحلويات ودقيق. بالنسبه للدقيق يعني هاد المكونات بالتفصيل غنذكرهم اثناء التحضير. طريقه التحضير، كنوضعوا اولا البيض، وكيف قلنا نخرجوه قبل من الثلاجه باش تساعدنا انه كيطلع بسرعه، كيكون بارد كيتعطل واحد شويه. نضيفوا السكر، وكيف قلنا ممكن اننا نديروا كميه اقل او اكثر، حنا خدنا بنا باعتبار ان كاين الكريمه داخل الحلوه، وحتى الشوكولات اللي غادي نديروه حلو، داكشي علاش نقص كيس من الفانيلا، ولا زدنا واحد القشور ديال الحامض كيجي مذاق احسن الى توفر بطبيعه الحال. شويه ديال الملح، غنخدموا هاد المكونات مزيان بالباتور او بالخلاط الكهربائي غير واحد شويه، ونضيفوا الماء المغلي، ما نديروش من الاول حتى تخلط المكونات. فهاد الاثناء راني كنغليه، يعني كما كتعرفوا هو كيبرد دغيا، لذا حتى تبداو تخلطوا عاد فيه غلا. كناخذوا منه 3 ديال المعالق كبار، بهذا الشكل غادي نضيفوهم. مازال البيض يتخدم مزيان، عاد كنضيفوا باقي المكونات، يعني حتى كنحصلوا على خليط اللي هو بيض وكيتجانس مزيان وكيضاعف الحجم ديالو. كنقصوا من سرعه الخلاط، وكنضيفوا نصف كاس من الزيت ما يعادل 100 مليلتر، ربع كاس من الحليب تقريبا 50 مليلتر، صافي. وكنتوقفوا على الخفق، وكنزولوا الباتور، ونضيفوا ونخدموا من بعد غير بملعقه خشبيه او بسباتولا. كنضيفوا الدقيق، انا عندي هنايا كاس ونص ديال الدقيق، العجين يكون بطبيعة الحال خفيف. نضيفوا معاه كيس من خميرة الحلويات 8 غرام، نغربلو، نضيفوه على دفعات، ما نضيفوش مرة واحدة باش كيتخلط لنا بسهولة. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقة، نضيف كمية اخرى حتى نحصل على العجينة كيف قلنا خفيفة واحد شوية. كل ما كانت خفيفه كل ما الميروندينا ديالنا حتى هي كتجي خفيفه. صافي، غادي نستمر ندير الكميه تقريبا واحد 9 المعالق حتى 8 على حساب واش عمرتوها بزاف اولا شويه، ونبقى كنخلط فيها حتى كيتجانسوا العناصر مع بعضها، ونشعلوا الفران ديالنا. طبعا كنخلطوا من الفوق للتحت بحال اللي كنديروا الجينواز تماما. كناخذوا صفيحه ديال الفرن تقريبا 30 على 40 على حساب، المهم تكون في هذه الحدود باش ما تجيناش رقيقه بزاف. نفرش بورق الطبخ باش ما يسقش لينا، ونحاولوا نوزعوا العجين بهذه الطريقه هذه باش ياخذ المساحه ديال الصفيحه كامله. نتوما عندكم ميزانكم على حساب العلو اللي بغيتو، ملي كيسخن الفران مزيان على 180 درجه غنخليوه شاعل غير من التحت، وغادي ندخلوه تقريبا واحد 15 دقيقة، يعني مين تبان لينا انها تحمرت من التحت نشعلو من الفوق تحمر، اولا عندنا فرن غازي طيب عادي هي راسها تحمر من التحت ومن الفوق الا درناها طبعا من الفوق. كريمة الشوكولات اللي كنديرو في الوسط يعني، وكنحضروها حتى كنخرجو الكيك ديالنا يبرد باش حتى هي كتبرد وتشد راسها. غادي نديرو واحد 120 حتى 140 غرام ديال الشوكولات الاسود، درت غير العادي مع ربع كاس من الحليب ومعلقة كبيرة ديال الزيت النباتية. كنبقى كنخلط فيها حتى كتذوب الشوكولات وكينسجمو، عاد كنضيف كميه من الكاكاو او من الكاكاو الحلو، يعني المر او الحلو اللي بغيتونا. غندير
اللي كيف يديروه للاطفال مع الحليب باش يزينا الكريمه عقده اكثر. واحد المعلقه او جوج معالق اللي بغيتو، ونخلطو بالطراب اليدوي باش نحصلو على كريمه. طبعا حتى كتعقد حتى كتبرد نخليوها تدفى وتشد راسها عاد باش نعمرو بها، وطبعا تكون حتى الكيك او ديالنا برد مزيان ما يطيش اكثر من الجهد باش ما ينشفش لينا. كنحيد دوك الجوانب، ما بغيتوش تحيدوهم دابا ممكن حتى تقسموا على جوج وتوضعوا الكريمه وتبغيو تقطعوا ميروندينا القطع عاد باش تحيدوهم. اللي بغيتو انا يعني غنحاول نقادها بالجيني مستطيلات في نفس القدر، ما غنحتاجش نحيد الاضافات. وانتم من الاحسن الا ما تاكديش انكم غتقادوها مزيان حتى تقسموها على جوج وديروا الكريمه وتوضعوا وحده على وحده عاد قادوها من الجوانب. صافي نحاولوا نقسموها مقاده، وكاين تقادو بمسطره او بسنتيم ديال المنزلي، جوج قطع اللي يكونوا متساويين كما كتشوفوا عن قرب كتجي خفيفه بزاف. غادي نسقيها بالنسبه للسيرو فيه سكر ماء فانيلا او قطعات ديال ليمون او عصير ليمون يعني حامض. بغيتو ما تسقيوهاش ممكن، انا كتعجبني كنسقيها باش كتجي خفيفه اكثر، وما تبالغوش في السقيان ديالها ماشي بحال ديال الحلوه ديال الكريم. واحد شويه صافي نحس بها تبلات شيئا ما، نتوقف ندير الكريمه اللي كتكون عقدت واحد شويه وبردات، ما ديروهاش سخونه باش ما تسيحش ليكم، وحاولوا ديروها تبقى اللي هي رقيقه بهذا الشكل هذا. انا بغيتش ندير الكريمه اللي فايت لي محضره معكم ديال النشا، هذه من الاحسن باش تحتفظوا بها مده طويله تبقى لكم في الثلاجه ما يبقى عليها حتى شي حاجه. صافي نبقى كنقاد فيها مزيان، نضع القطعه الاخرى من فوق منها ونتاكدوا انها تم الجوانب. لاحظوا بانني درت غير القياس ماشي حتى تسيح لينا بهذا الشكل، ونضغط واحد شويه ونحاول نقادها، ومن بعد نقطعوها على حساب القطع اللي بغيتو. وما نساوش ندهن نسقيو حتى الطبقه الاخرى. صافي غادي نستمر نسقيها مزيان ونخليها تزيد تشرب واحد 15 دقيقه فقط عاد نبدا كنقطع فيها. انا نقسمها على جوج، ومن بعد نقسم كل قطعه على 6 باش تعطيني 12 قطعه. اجيونا شويه عاليين لان المول هذاك الشيء ما عطاني. صافي هذا الفرن حكمات عليا ماشي مشكل، وحاولوا ديروهم مقادين في القياس ديالهم. صافي غادي نستمر نقطعهم بهذا الشكل، ومن بعد نقسم كل قطعه على جوج باش تعطيني 12 قطعه. راهم كيجيو كبارين بهذا القياس اللي درنا. وهذا شكلهم كيف كيجيو كما كتلاحظوا. راه نخليهم على جنب ونمشيو ندوبو الشوكولات اللي غادي نغطسوهم فيه ولا غادي نزينوهم به. كما كتلاحظوا كتجي العجينه خفيفه ولا يعني الكيك تيجي خفيف بزاف وناجح. كناخدو شوكولات اسود كندوبوه مع القليل من الزيت كنغطسو فيه الكيك ديالنا او الحلوه بهذا الشكل. ممكن انكم تهزوه اولا توضعوه بمعلقه باش ما ياخذ لكمش بزاف بزاف ديال الشوكولات. طبعا يكون سخون وجاري ودوبوه بالطريقه اللي بغيتو. غادي نوضعوه فوق شبيكه او ورق الطبخ او بلاستيك ونخليوه حتى كينشف. قبل ما ينشف يعني كندير واحد الكميه، وقبل ما ينشفوا غادي نضيف لوز او كاوكاو كونكاس. يعني ضروري كتعجب وليداتي ديك الطبقه اللي كتكون مقرمشه في اي حاجه رطبه بحال هكا، خصوصا مع الشوكولات. يعني كياكلوا كيلقاو ديك الحاجه، وحتى انا ماشي غير هما شي حاجه اللي هي يعني يديروها بسنيناتهم تكون شويه مقرمشه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندير لهم يعني واحد الكميه قبل ما ينشفوا، وعاد نضيف الكاوكاو او اللوز محمر ومهرمش. وطبعا كيبقى هذه الاضافه اختياريه فقط. اللوز الفيلي كيجي معاه زوين بزاف، انا ما توفرش ليا كيجي احسن،
وكنضيف واحد الكميه قليله من الشوكولات الى بان ليا ان الاخر نشف، وكنعاونو شويه بالمعلقه نحاول نوزعو باش يغطي بهذا الشكل، ونستعمل حتى داك اللي كيكون لتحت. ولا كان شي فائض كندوزو الجناب ماشي مشكل، كيجي بشكل عشوائي كيجي حتى هو زوين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي ندير لباقي القطع ونخلي بعض القطع بلاش. وبالنسبه للتزيين فكناخذو الشوكولات اللي بقى لينا، كنضيفوا له كميه من الشوكولات الابيض باش كنهرسوا اللون، ونبداو كندوزو خطوط بشكل عشوائي كما غادي تشوفوا معايا. صافي ونخليهم يشدوا راسهم مزيان مزيان، ومن الاحسن نوضعوهم في الثلاجه ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا عن قرب هذا اللي درت ليه اضافه، يعني درت تقريبا واحد 3 القطع او 4 اللي خليتهم بلاش، ونشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو. كتجي خفيفه يعني، انا وريتكم من قبل من ضغطت عليها كيفاش دايره، اسفنجيه وطبعا لذيذه، مكونات بسيطه وسهله في التحضير، اكيد غتعجبكم وتعجب وليداتكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده والتشجيع، اللقاء في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.